تيجي تفرج في اللمة ضحك وتفريك مش لغة بوليتيك لما عالمية للاعة الوطنية قاعدة يسر مزيانة زعبي إيجا بحبانة فن وثقافة ما ننسي وشكورة الوطنية اثنين قاعدة يسر مغولة فن وثقافة ما ننسي وشكورة الوطنية اثنين قاعدة يسر مغولة معنا زيجا الفنانة الصاعدة الشابة ما هكاك يقولوها سونيا نور الدين اهلا وسهلا مرحبا بحضرنا كيف كيف وجه اليف مالوف باردون اليف من نورمال عندي سقوط في حاجة عادية مبوزينك داليا عامر اسمي لحد زيجا عايش ليش مين من هويك عازف الأورج والمغني والفنان هيكل فوزي اهلا وسهلا صحيح صحه شبابكم الناس الكل اهلا وسهلا مرحبا بكم لازم ننساها صحه شبابكم صحه شبابكم من الناس الكل اول حاجه نبداو بها الريتوال نتاعنا نبداو نحكيو على جديدنا وجهها دونك جديد السنه جديد شطر جديد طبعا معناها خاطر المسلسل عدى ديجا نعرت له اثنين اي قاعدين نتفرجوا فيه قاعدين تكتشفوا في الرول نتاعي اللي هو رول جديد عليا على الاخر معناها ما خدمتوش قبل ما مسيتش النوعيه هذيك من الشخصيه للي يخدم واجهها واللي ما خلطش يتفرج انه في المسلسل اللي يمشيوا للتراويح للي احكي لنا شويه على الشخصيه شخصيه باهي شخصيه هي صفية اسمها رئيس تحرير في تلفزة حرة قولوا هكا فما ممارسات في الخدمة نتاعها فيها شوية تلاعب دونك معناها باش نشوفوا بعد الثورة ما كناش نجموا نحكيوا على حاجات كيفنا هذوما قبل الثورة باش نشوفوا كيفاش الإعلام والناس اللي شادين الإعلام كيفاش ينجموا يأثروا على البلاد وعلى الناس اللي تحب تشد البلاد وإلا حتى اللي شد البلاد. الدور كيفاش لقيته؟ الدور كما قلت لك معناها دور جديد مغري شوية على خاطر أنا معناها في الكارير نتاعي ديما نحب نمس حاجه جديده ما مسيتيش وما شفتيش قبل دونك فيها برشا تعب خاصه مع مخرج كيما مديح بالعيد دايوغ نوجه له تحيه ونقول له انا فرحانه برشا اللي انا خدمت معاك اللي هو ينجم يخدم 16 سيكونس باغ جوغ ويخدم في لي ديتاي زاده في 16 سيكونس ما قداش تعودوهم من مره امان قداش يطلب لو ماكسيموم معناها يطلب ماذا بيه وان شوت معناها ماذا بيه الضربه الاولانيه تكون بارفيت لي فريمون اكزيجون تحفون وريتم اخر معاه وروح اخرى معناها غير اللي خدمت مع المخرجين الاخرين. شنو تزيد فيك كل شخصيه وجهها معناتها بالشخصيات اللي تخدمهم اكيد تخلي فيك ديما تخاس الشخصيه معناتها ما نجموش نخليوها اون فوا بور توت معناتها ولا اجامي ديما باش تزيد فيك حاجه. الشخصيه هذه شنو تزيد فيك؟ باش تزيد هي باش انا تكنيكمون ساعه باش تضيف لي حاجه على خاطر كل مره تجي حاجه جديده يلزمني نخلق من روحي حاجه جديده باش ما باش المتفرج يحسها الحاجه هذيك جديده اللي انا فركس عليها معناها يلزمني نلقى اون تكنيك في شخصيه اللي تبني شخصيه صادقه وصحيحه باش توصل في سافيسا والله كي تحكي لي هكا يقول القائد معناتها تحسسني اللي قداش الدور كان كاسح اونتر غيومي ونعرف اللي معناتها انت تكوينك مسرحي واستاذه مسرح ومعناتها مستانسه بالمسرح في المسرح عندهم دي تكنيك فما حاجات تخرج منهم فاسيلمون معناتها كي وقت اللي يجيو للتلفزه باش يلقاو رواحهم حاضرين وكي تقول لي انت شخصيه هكا فرانشمون حسيت اللي فريمون كل شخصيه نخدمها بالطريقه هذه راه
هاي كل شخصية عندي المعاناة هذه معناها والمرض هذا. بيرفكسيونيست مالا وجه. بيرفكسيونيست وجه. اي خاطر يلزم تخلق حاجة جديدة باش المتفرج بيدو ما يقلقش منك باش ما يقولش هو هذه شخصيتي والله شفناها به ريناها. وأنا أصلا زادة كممثلة فمك عندي هكا ديفي معناها عندي عركة مع روحي. نحب نعمل حاجه هو باهي باش تطلع ايماج بالحق واحد ينجم يرضى عليها او بعديك اكيد وقت اللي باش تفرج فيها بعديك فما كريتيك اوتو كريتيك هذيك على روحك باش تعملها على الاقل ما تكونش قاسي على روحك برشا برشا دو مومون عطيت مجهود كافي في وسط التصوير نرجعو نحكيو على الكريتيك من بعديك شويه خلينا نشوف مع الضيوف نتاعنا سونيا نور الدين حكينا على روحك سونيا مرحبا بك محليك هكايا صغيرونه ومزيانه حكينا على يعيشك سونيا نور الدين فنانه وقتاش بديت تغني باش نعمل لكم بالضبط مليانة صغيرة مليانة صغيرة وانا معناها حتى علاش قالوا لي راهو السؤال هذا يقول لك علاش من وقتاش بديت تغني طلعت عندها فيها حكمة أي فيها حكمة جماعة معناتها يدربوا صواتهم وخاناتهم وشنو ما كيفازات هذوك نتاع الفنانين اللي يعملوه دونك في بالي شيء دون يعطيه ربي ويخدموا شوية تكنيك دونك سي بون هي الأكثرية من عند ربي اما هذيك حاجات ثانويه معناها الحاجات هذوما يلزم الفنان يعملها اي نيسيسير باش ديما الصوت يقعد ديما شادد روحه معناها الصوت حتى كي وقت اللي تبدا فهمت ايه انا فنانه تونسيه ايه نغني مليانة صغيره مغرومه بالفن ياسر وهذا اول حضور ليا تلفزي معك انت سهاب طبعا اي مرحبا يعيشك وبيك يفضل يعيشك وديت الاحتراف عندي 8 سنين توا معناها مش مؤخر شويه بارابور اللي انت بديت من الصغرى مخر شوي مو حتى معناها كي مش مخر ومش بكري بين بيني حتى معناها كبرت شويه بين بيني خليك زمار اللي جيت خليها مسج احكي لي على الغنيات اللي خرجتهم وكل عندي انتاج عندي 3 غنيات الغنيه الاولى شكون كيفو كلماته الحان شابزي زاد شاب كيفي وعندي غنيه ديو انا وياه زاد نذكره من 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 ما نخبيهش عندي غنيه ديو مش تعدى اليوم ان شاء الله نهار اخر انا وياه نتعداو ومع بعضنا معناها نبداو موجودين لكن حبيت اختي ما تذكروش خلي يفرح بيك زين على قاعده من بعد اي غنيه اخرى هز التليفون كلمات حلوة بيا بيا يلزم حاجة أخرى عاد حلو حلو وهز التليفون كلمات نيل الغزواني ألحان عدلين شقرون وتوزيع عدلين شقرون هذوما وقتاش عملت الإنتاج نتاعهم هذوما توا في جرة بعضهم ولا ما إي عامين عندهم باهي وعلاش موش ياسر اسمك بالداول سونيا؟ نحب اسمي موجود اما نحب معناها في التلفزه تقصد في التلفز يعني والكل واللي راديو في التلفز واللي راديو تعديت في اللي راديو اما مش ما كانش فما برشا ما تخكاش معناتها ما كانش فما هذا هوني نرجعوا دليل لعدم التشجيع المواهب الصاعده اللي قاسي منها المغنيين الشبان نتاعنا كل توانسه معروفين ومش معروفين والحاجه صحه شريبتكم ساعه صحه شريبتك كل عام وانت حياه بخير علينا وعليك ان شاء الله دائما محلاها لمتكم كالعاده محلاها سهام ان شاء الله كل عام وتونس حيه بخير والامه العربيه والاسلاميه امين يا رب معناها ما هي ماهيش مشكله كبيره كان في تونس معناها موجوده المشكله هذيا انه واحد باش ينتشر وباش يظهر يلزمو يتعب برشا يلزمو يضحي برشا اكزاكتومون يلزمو يخدم حتى كان يخدم ساعات ما يلقاهاش لا يستحيل والله صدق لا يستحيل والله صدق احكي لهم وجهي انا مش نتكلم وجهي نتكلم انت الا بعد انا نكره الشكاء والبكاء لا مش مشكل والغسره واحنا ما رانا عاملين لنا هكا نحكي في حقيقه انا نتصور والله بالمنجد نتصور فما اون استراتيجي في خدمه تكون خاطر فما عباد تحرث محارث ما يهزوش الوسط من غير تفكير من غير تخمين فما الفنان عنده استراتيجي عنده ثنيه لازم يسترها بطريف يعرف روحه وين ماشي اذا فما هدف للشيء اللي يعمل فيه تقول لي مثلا هيا
كعبتين وكعبه هذه تضرب يمكن اي يمكن لي وبالكش ودرشو نقول لك اي تنجم ديك زهورات نجم ديك ما احنا لا ما عندناش كريتير نتاع نجاح الاغنيه راهو لهنا في تونس علاش واجهها على خاطر لازمك تجرب برشا حاجات وفما حاجه تخطف حتى عند تو مثلا فاضل شاكر غنيته ضرب هذيك يا غايب ما تسال غني ما تعرفش كي عمل يا غايب بريز بالزهر ما في بالوش بها بريز تركيا باش يخدم معناتها معناتها عواجي في من عرش ناوين والغنيته ضربت فيق بها بعد سيسكي في معناتها الكلام ها صبر باع الغنيات نتاعو الكلهم ضاربين والكلهم ناجحين على خاطر عمل استراتيجي على خاطر عرف صوته شنو اللي لازمه اولا مثقف ساعه الثقافه مهمه على الاخر على الاخر اكيد ما هو استراتيجي ولا لا ما هو فما حاجه ولا انا معاك فيها بس نورمال ما نجمش روحه وحده راهو الفنان سوا ما في تونس نحن هذيك المشكله اللي لكن روحنا واحد ما راناش دي سبونسور ما فماش شركات انتاج ما نحبوش نعاودوا نحكيوا في اللي صار ان شاء الله ان شاء الله يا احنا نقولوا نشوف المستقبل بالخدمه احنا نقولوا نسيبو سي دور نخدموا نخدموا وربي سهل انا عملت تجربه كبيره كانت في لبنان في عرب ايدول 2013 الناس عرفتني بها في اقوى موسم نتاع برامج مواهب في تاريخ برامج المواهب هذيك اللي توج فيها محمد عساف اللي طفل وصل للعالميه فلسطيني روحت بعدها لقيت واقع اخر في تونس اللي يلزمك تخدم يلزم برشا زهر وراك ويلزم برشا حاجات اخرى اللي مالوغوزمون موجوده كان في تونس هذا انا عرفته واكتسبت خبره بالحق البرة معناها شفت البرة كيفاش ونحنا كيفاش لقيت فما فرق كبير اول حاجه في العقليه معناها العقليه ذي هنا نحن الشباب قاعدين نحاولوا باش نبدلوها باش نغيروها وان شاء الله ربي يوفقنا عملت انتاج مغربي بالحلال اغنيه مغربيه بديت بها معناها حسب الموجه اللي هي ماشيه من المشكل انه لقيت المغربي نتاع المغاربه يتعدى في تونس والمغربي اللي عمله تونسي ما يتعداش المدارس بازت يا جدعان اه صحيح نسمعوا انتاج سونيا نسمعوا سونيا في اغنيه نرجعوا نكملوا نحكيوا شويه اخر هز التليفون تيتر انسيتاتيف هذايا معناتها زعما معناتها باش يضرب هكا من الواحد التيتر باش يقول يا ربي زعما كلمه وراها كلمه مستفزه اي نعم مستفزه اغزر انت كيفاش الاغنيه بلاي باك سيف حاضر هز التليفون ما هو غزر له باش يعرف اغمزوا اغمزوا لا يمكنني الاتصال بمحادثتك حاليا الرجاء فالكريسال له بعد الرنه هز التليفون وعلاش ما تهزش زعما حداك شكون ولا ما تحبش هز التليفون وعلاش ما تهزش ما احبكش تكون ولا ما تحبش هز التليفون يا ريدي علاش ما تهزش زعما ما احبكش تكون شكون ولا ما تحبش هز التليفون وعلاش ما تهزش زعما ما احبكش تكون ولا ما تحبش مبدا وهو
حيت موين فما فتني تري بيان تري تري بيان شنو لكم التليفون دونك هزوا الناس كل التليفون خلي تليفونك بجنب اش قال لكم في الاغنيه وجه تفتاف اي بصدق علي لي اغنيه خفيفه كلام يتقى معناها حكايه تلحنت كلام عادي تلحن ولا كي الغنيه حلو خفيفه معناها خفيفي جاو صيفي ديسكسيون فيسبوك كلامنا العادي كلامنا اليومي معناها يتقال بين لي كوبل هكا فيسبوك تبدا بس تليفون شبيك ما تهزش حلو ولا حلو ريتم حلو ريتم نتاعنا نحن ريتم مزيان برشا صيفي ان شاء الله ربي يوفقك فيها باهي نسمعوا شويه ترى حاسك كنت حسدها شويه عليا ولا كنت حسدها الناس تعرفني انا عمري ما نحكي حتى حد انا نقول ربي تدقق عليك اي نعرف لا ما فما ناس نجم تجد عليهم خاطر عندنا في تونس الحسد والغيره انا نقول ربي سبحانه يكتب حد الحاجه انا باش نجي نحسد وقت اللي ربي اللي كتب اكيد لا معناها ربي يوفق الناس الكل ولا تحسد كل حد لا ربي يوفقنا الناس الكل فصار ماكمش فرد صوت حتى كان انت باش تغني الاغنيه كيف كيف ما تجيش كيف كيف وحتى ما واش الستيل نتاعك جمله معناتها ما نساوش انا هز التليفون هذايا والله تنجم تريتيك معناتها نعرفش ممكن كان جاتني انا وعجبتني مستني نجم نغني علاش لا بنفس الايقاع وبنفس الواحد ترى غني لي منها شويه بربي هز التليفون جاوبني يا حبي مثلا تو في ما تعلقش عليا يا ربي غنيها شويه في ستيل هذايا نعرفش غني هكا حسره على ايامك يا حمام اي الاسود مقروني نلحقها الاسود مقروني جو الشاوي معناها نتاع الشمال الغربي يتغنى ذا ونغنيه في العروسات مطلوب والناس تحبه احنا برشا عباد تحبه تغني تلبيات سونيا؟ اي نغني تغني لنا شويه تسمعني شويه تقول انا بتعرف شنو تقول بروديكتور عظيم بالعكس خليها في صوتها فوالا غني لنا شويه تلبيات اختار حاجه اوكي ما هي اختاروا الاسامي سؤال اسامي سؤال اسامي سؤال محلوله يتحل بقدره ربي هذاك بالله يكون ساكتي يختم بالتليباتي هذاك بالتليباتي هيك هيك نسدي هلو لو لورك خويا هلو لو لورك افتح افتح صعيبة ذي عاد الأسامي هي هي
هي ديما وفية لإبداعها ولجمهورها اللي حبها من خلال روحها المرحة وسرعة بديهتها وتعاملها ذكي مع المواقف المسرحية والدرامية. هي الفنانة وجيهة الجندوبي. وجيهة من الممثلات التونسيات اللي حققت نجومية في كل عمل تشارك فيه. يا كعاو أضمن في المجازين. الحمد لله نشوفوا بعضنا من الموسم للموسم. يا مرة في العام. يا منتي. جمعة ويكون هنا وانت يا عيشة. احنا مع طلوع لهنا وعيشة هلي للعيد. وجيهة الجندوبي مثلت في السينما وحصدت الجوائز على غرار فيلم موسم رجال سنة 2000 لمفيدة تلاتلي. عرفناها في المسرح في تجارب متميزة كيما مر الكلام وأهل الهواء وزرقون ستوري وبهجة. وجهة ديما عندها فكرة وطرح لخوض أي عمل مسرحي. فنانتنا بدأت مع مدام كنزة أول تجربة في المونودرام وتعاملت فيها مع المنصف دويب. تجربة ثانية تعاملت فيها مع شادي العرفاوي زميل الدراسة في العفشة مونامور. نحب نسرح اشتر روحك قبل ما تكلمني وعمل لك ايش بد ناب وفوق طاولة ولوحوا لي على خليقتي برا قلت ميساج قلت بلاي سامحني سي علينا باش نسألك يا اخي محسن الحجامة تخدموني حاجة وكلا. مسرحية لقت نجاح كبير عروض بين تونس سوسة صفاقس القروان تقريبا عروض على كل مسارح ولايات الجمهورية وكذلك عروض خارج تونس كيما فرنسا وكندا. وعجيبين وجيها شفناها كذلك في الدراما التونسية، شفناها في إخوة وزمان، منامة عروسية، يومية امرأة، وسيت كوم لوتيل. كي باش تمشي للسوق، جيب لي معاك سكر فاني، وشوكولاتة متاع جاتو، وحكة أناناس، شوية كاساتات متاع جو هك. باش تحلني كباري شهرزاد في الدار؟ نعيش بنانا. باهي 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 قيد قيد شنو اللي لازمك الهيجة والدبر متاعك، واعطيهم الأحسن شيفوا لأن مخي مش عليا ننسى. يعيش كنان. يزي من البسبوس ونحي لبدشها باهي. واليوم تشارك في بطولة مسلسل ناعورة الهواء للمخرج مديح بالعيد في موسمه الثاني. هذه وجيهة الفنانة اللي حقت نجاح واحتلت مكانة عالية عن جمهورها، وهي زادة الزوجة والأم أم بوبو، وهذا أهم نجاح في حياتها.
من لم عن ربان بالضبط على الاخر. ميرسي يلفا عايش على البورتري هذايا عجبك الحاجه شفتو بوبو في الاخر مع مسك الختام ربي يفضلو يخليه يفضلك جابده مسيرة جابده كي تغزر هكايا تلي تقول كمام عملت ان بوت شوما تبارك الله سي فري ما تحسش بيه بالحق ما تحسش ممكن واحد يبدا غاطس على الاخر افون في حاجه يعمل فيها يحس روحه اللي ما تجري كثير بالضبط ما بين المسرح والتلفزه والسينما ما تفيقش ما تفيقش تخدم عروض مسرحيه ومن بعد توقف شويه خاطر عندك مسلسل ومن بعد تجيك اكسبيريونس محلاها في سينما وان بليس عندي تعليم دونك عيشه معناها ما تفرزهاش ما تحسبهاش. فما حاجه ندمت عليها دور عملته وما حسيتوش بالحق خذيت منه والا اعطيت فيه كومي سدوا والا فما اكسبيريونس اللي ما هي كلها ما مشيتش كيف ما احنا حبينا معناها عملنا بتدخل ما عندكش الحق نقول بتدخل لي ما ليها فرحانين بها برشا ولا حاجه او انا مانيش فرحانه بها. باهي شنو اللي ما كانش عاجبك فيها؟ اللي ما كانش عاجبني فيها لا ديريكسيون دارتيستيك ساعه كانت مهمه برشا على خاطر ياسر عملنا وقتها باش قال لنا باش نخدم في موندو اخر وجديد ودرا شنو دونك استنينا وما فماش ليماج زاده كيف لو ميساج ما تعداش دونك ما كانتش حاجه حلوه اما حتى حاجه لو كان ما كانت شوا وما كانتش في مستوى التوقعات نتاعك ولا انتظاراتك انت حتى من روحك خلينا من العباد الاخرين ما تنجم كان نزيدك راه فينالمون باش تقول اي هذه اكسبيريونس ما مشاتش ما عادش باش ندور بها بالضبط ما عادش نخدم النوعيه هذيك ولا ما عادش نعطي ثقه برشا في اشخاص معينه ولا معناها ديما تخرج تربح بعبر حاجه صحيت اوموا تخرج تكليت ريحه اي باهي تربيك حاجه ما تجيب وراها حاجه ناجحه اكزاكتومون وهذيك اكثر اي ان شاء الله مش برشا لا ما شاء الله مسيره كبيره تبارك الله عايشك كبرنا مع المسلسلات نتاعك تبارك الله ما شاء الله ليه بوبليسيتي ليه ما هو العمل على غالب فما جمل ساعات فورس انك تسمع تاخذها بالبنسون نيجاتيف لا ما تاخذهاش هكاك ليه ولا لا معناها كبرنا مع بعضنا قداش ما بيناتناش برشا ضرب ليه عملت رياكسيون لما خاطر هي خدمت على روحها المراه تخدم قاعده دليل تحيه لنساء تونس الكل ولا عجبتني هذايا منك دليل سعيد جميلة تونس ما شاء الله عجبتني منك على دليل باهي المره اللي فاتت ما عندهاش برشا دايور معناتها عندها مده قصيره جيت بحذنا وما زلت كي خرجت الاغنيه المغربيه بالحلال وقتها مش بعد ماهيش مازلت كي خرجت اما جيت بحذاكم بها معناها عندها قداش قداش عندها عندها عام بالضبط في تونس نقولوا ما زلت كي خرجت راهو خاطر مازالت الترويج نتاعها مادام ماهيش سامحني معناتها اونتر غيومي ماهيش ضاربه ياسر دونك بالنسبه لي انا مازلت كي خرجت و صحيح مادام ما وصلتش للناس مو هكاك الناس مازالوا ما انا اللي غاضني انه الناس اللي سمعوها حبوه حبيتها توصل للناس اللي ما سمعوهاش معناها باش نقول اسكو وصلت ولا نجحت ولا ما نجحتش ما هذا موضوع اخر الحمد لله كيما المسرح بالضبط سامحني عليك انا العفشه توا عندها عامين ويش وديما يعرضوني في الشارع فما زميله كاميرا مان هذاك قال لي راني مازلت ما شفتهاش وانا عندي عامين ويش على الاقل نخدم مره في الجمعه معناها ايماجين معناها مره في الجمعه يبدا عندي عرض تبارك الله رانا 11 مليون معناها وعلاش قلت لك يلزم برشا خدمه يلزم الكوميونيكاسيون يلزم توصل كيفاش باش توصل والبرامج وكش هذيك احنا معناها كارتيست نقلق ونفدوا منها الحكايه دي قلت بربي خلينا تو انا عايش في غنيه وكل وشيخ عليها وشيخ بها ونحب نتسلطن باش نخمم تو باش نمشي الاذاعه الفلانيه وباش نقول الجورناليست الفلاني وباش نمشي على الفيسبوك وكل فما ناس يلزمها تخدم الخدمه هذه احنا في تونس ما عندناش برشا من الناس يخدموا الخدمه هذه مختصين كرامه والمختصين اللي باش يجيك مثلا هما مازالوا في اول طريقهم يتسموا وراهو معناتها هذا هو فنيا مازالوا في اول طريق ما ينجمش باس بيرميتر باش يخلص ناس كيف ما هكا راهم العباد هذوما تخلص ملايين معناتها راهم ولا يطلبوا لك كوميسيون معناتها على معناتها المرابيح نتاعك من بعد تكون كوميسيون مهمه هكا وجهها ساعات راهو يجي نقول لك ساعات فما اما لازمهم يامنوا بيهم اذا كان يامن
هذيك عبد مثالش نجم تضحي شويه بال ما قلناش لا وينو هالعبد هذا المشكله في العبد هذا ما لقيناش فنان راه ما ينجمش يعمل كل شيء وحده راه الفنان نورمالمون عندك استوديو عندك عندك الارتستيك تبدا انت عايش عندك عرس عندك درا شنو ديني غالا عندك مهرجان نورمالمون الفنان هكاك يكون مركز على خدمته هذيك ويسمع هو باش يختار الغنايه زاد مش وحده يسمع ايكيب معاه هذا ما لقيناش ماناش لاقينه ما لاقينه احنا نخدموا وحدنا ولا ايكيب صغيره اللي هكا معناها كيما نقولوا ندتشوا مع بعضنا لو طون اللي لبرا تلقى كل فنان ماهوش وحده راهو ضرب بكيكه راه مش ما فماش راني قلت لك دي زيكسبيريونس من 2006 وقتها مازلت نددش فرحان اللي انا باش نعمل فواياج معناها قاعد نشوف في ناس فاصون اللي يخدموا بها اللي يغيظ اكثر من بعد نقام جايبينهم لهنا هو يجي يضحك علينا بلغه بلدي تاني كاريمون راه ماهوش كلام نعاود فيه اما انا نعرفهم على خاطر احنا بدنا عملنا عليهم يروح بالدولارات بلدي تاني يروح بالدولارات لهنا يروح بالدولارات وانت ولد البلاد وفي تونس لهنا ميم با يكلمك ميم با يعبرك معناها هذا دليل جاي بحثنا اليوم سمعنا اغنيتك الجديده معنا الثانيه عندها مده بمناسبه عيد الامهات ونعاود نحيي الامهات الكل والمراه بصفه عامه وتحيه كبيره لامي كلها بوسة كبيرة على شبينها وفي بلايس كل بوسمي أنا لمحالة عملتها معناها كوم كادول أمي والأمهات الكل وعجبت الناس والله كي سمعوها أكثر من الغناية المغربية معناها أكثر من الغناية المغربية وإن شاء الله يا ربي تكون ثاني غناية معناها فتحت الخير هي وتحضر لبرشة حاجات أخرين آمين يا رب نسمعوها هاي نسمعوها سيف أمي هي كل حياتي هي النور في كل ثنية هي شمعة ضوء حياتي هي والله هي عيناي أمي هي كل حياتي هي النور في كل ثنية هي شمعة ضوء حياتي هي والله هي عيناي هي زرعت في الحب هي زرعت في الخير هي اللي تعلمت عايشك عايشك يا جي عايشك مزيانه محلاه الغنيه حلوه والله حلوه حنينه على تمس فوالا فوالا خاطرها على الام وفماش واحد ما عندوش في بليس اونفير سا مامون دونك اوتوماتيكمون باش تبنيها مش معناها غنيه باش نعرف اغاني الام الكل تمسها كما قالت هو قصة عربي جات الفنان نعرف اغاني الام كلها تمس معناها وربي يفضل الامهات الكل ويرحم الامهات اللي ماتوا وانا عندي على الام زيدا كنت باش نحضرها ان شاء الله يا
واش مولودين على نفس بعضهم الزوز هذوك اول مره نشوفها والله اول مره اش تخرجوا صحاب صدقني معناتها كل ما يجي بحثنا كي يبداو قلت ربي شكون اللي عندك التليفون حاب شمال لك الكليب تاع التليفون اي تفضل يفضل عندك كل خير ان شاء الله غنيت امي تاج الراس كلمات الفنان السعد فنان هو طفل زاد يغني اسمه حموده فلاح نوجه له تحيه كبيره ياسر مع اخويا الصغير الحانه هو وكملتها انا في التلحين توزيع هيثم الرفرافي زاد صديقي ميكساج ماسترينج هشام جمير سلوكة منجا بشير زمامي يعطيه الف صحه وتحيه كبيره 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 وخاصه لخويا عازف الكولا قطيب الرحالي يعطيك الصحة راهو إلى ما جاكش غريب الاسم باش أنه قطيبة لا أوكي وظاهرين إيكيب جون معناها جون 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 صغار هاني قلت لك معناها فرحانين أنه فما مونتاليتي جديدة من اللي جون السلام عليكم يا جماعة ليكيب الكل اللي خدمت الأغنية باش تحضر هيكل باش تحضر أغنية باش نعملوا بها جو وكيف شوية آخر خليني نكمل نحكي مع جماعة وأنت خمم هكايا نبدا هندس وشنو شنو اللي باش نعمل معناتها حتى الناس الكل نبداو نغنيو مع بعضنا فما حتى مشكل معناها على ما كنتش نحضرها في عيد الامهات هذيا ان شاء الله ايه؟ يا اخي تعطلت شويه فلوس تعطلت في ثلاثه ايام خدمت انا هيك الدعم صبيت صوتي نهار الاربعاء حضرت نهار السبت عديتها في حنبال قلت لك مولودين على راس بعض بالكوش تبارك الله تبارك الله كمان وجهي عندي غنيه يا جمره الليل هي برشا اللي نغني هذه ياسر باهيه بتاع انا عملت قبل هي ما خليت عندي استوديو كلمني نجي واقل تكاليف شفت غنيه قبل التليفون فما نصوروا توا قاعدين نصوروا مع بعضنا صوروا يا جمرة الليل اغنيه من الحان وكلمات وكلمات اي على الام يا جمرة الليل على الام خرجنا على الام وخرجنا على الحزن وش حزن عليه حزن اي مخاطر ديما نحن يمكن نعمل اغنيه على الام نغني ويديما يا امي حنينه يا اللي جبتني انا هكيكا معناها ما باش نقول انا اللي جبتني انا هي ذاك مقلوب كيف وجهها ايش وقت بحذايا احنا انا بعدين الخيط تاع الميكرو انا بجيب هذاك يا سيام امي حنينه امي تجرس امي نور عينيا امي حبيبي كل شو مدخل ليه ليه اسمعنا يا جمره الليل تستفلوا قال اللبناني واموركم في بعض لحنا تاع التليفون الحان ليلى هذيك الحان واحدة الحان بشير اللقاني وكلمات بشير اللقاني تحية بشير اللقاني تحية لي بشير اللقاني وان شاء الله ان شاء الله بعديك باش تغني منها زاد شويه بربي ما خليها لكش في قلبك لازم تغني لي منها طرف مش مشكل نشوفوا الحزن اللي في الغنيات الاخرين كيفاش نحسوا خلينا نحسوا نفهموا خلينا نشوفوا الفرق بحالكم بينا حاجه انا فرحانه ياسر لا انا باش نقول لك حاجه تو خلينا نكمل نحكي ماشي سيئه عادي ياس فصلت عادي ما دام ساعات خليها انا فرحانه اللي وجهي زندوم موجوده معنا اللي عايش فضلك يا عايش سيئ 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 بالعاني سل الفيشه مش الفلسه سل الفيشه وجهها هو اللي تلفت تفضل واش يحكي شوية على الجو نتاع لي تورناج نتاع كيف هكا بالضبط كيما هكا بالحق ولا بالمجد ولا جو حي حي بالحق معناها جو التورناج حي عباد تخدم في كرياسيون معناها انت في وسط كرياسيون باش تعمل سيكونس الكاميرا مان يخمم الديريكتور ديريكتور ديريكتور فوتو يخمم المخرج من غاديك اوراق والسكريبت كيف كيف الممثل يخدم مع المخرج يعطي رايه يزيد معناتها ورشه ورشه انا جادور محلاها التورناج والبلاتو محلاها الخدمه هكا مش مع المخرجين الكل نخدموا هكا فما مخرجين يقول لك ما انت ما تزيدليش حتى ريبليك اخرى نمبروفيز با اللي عندك تلتزم به واللي كتب سيناريو اللي عندك تلتزم به وتقف هذيك يخسر هو راهو جنبها خدمه هكا كواجهه بالحق ما فماش روح على خاطر يلبتك معناتها حتى الكلمه هي لا تورا لا فورا راهي مش متكسرش اكيد الممثل يعمل امبروفيزاسيون على خاطر فما دي كوليغ اخرين ممثلين اخرين معاه بالكلمه معاه بالنفس يتبع فهمت معناها شيء مربوط ببعضه مش فما شو ذا يعبش يبدا ور 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 وحده معناها لكن فما وقت فما ريبيتيسيون صغيره تتعمل قبل التصوير اللي عنده بروبوزيسيون يعملها يقولها فوالا يحب يبدل ولا حاجه ممثلين والمخرج والتكنيسيان
وقتها تبدا محلاها. كيف كيفاه لا ريوسيت نتاع ممثل ابار الصدق، خاطر الصدق في الاداء هذيك حاجه. فما لا فما شكون يقول لك يكون سبحان الله، معناتها فما شكون تلقاه صادق مسكين في ادائه اما يتعداش وجهه الكاميرا ما تحبوش كلنا، ما يتعداش من ليموسيون نتاعو، ما تتعداش لو مسكين يبدا انت تحسه عامل في التمثيل. شنو المقياس نتاع النجاح؟ والله شنو المقياس نتاع النجاح؟ مقياس نتاع النجاح بالنسبه لي انا معني كوجيه جندوبي في الخدمه نتاعي، يلزمني ان نركز روحي برشا مع الشخصيه، يلزم نخلق الشخصية نتاعي باللي ديتاي باللي ديتاي، كيفاش تمشي كيفاش تنفس وهي ساكتة اش تعملوا وشي، هذاك الكل معناه يلزم يتخدم مع المخرج بيان سور مع الممثلين، وكهو معناه ماهيش حاجة سحرية. فهمت كي تقولي انت عبد يخدم 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 ما يعطيش قبول اكزاكتومون. والله انا ما نذكرش راني جملة اسماء، اما انا نعرف دوك واش باغ، معناتها حاجة تعرف تتفرج راهو سبحان الله سبحان الله. معناتها حتى في الفنانين فما اصوات ما شاء الله تغني اما ما توصلكش ايموسيون، ما توصلكش حتى ايموسيون، توصل تسمع من غير ما تشوف برشا تسمع ما تشوف. ممثلين ما يعرفوش يقفوا، راهم نحكي مثلا نحكي على التياتر، نحكي في التياتر فممثلين راهو اسامي كبيره، راهو معناها سيغ سين ما يعرفش يقف، ما يعطيش يضيعك، ما عندوش الحضور. فهمت حضور مهم، هذاك ما لا يتقرا لا يتعلم. وحضور هيكل فوزي اليوم معانا مهم زاده كيف دونك هذاك علاش احنا باش نسمعوا شويه جو وشيخات والاولاد نعملوا معاه كيف نغنيوا معاه. الحب صعيبه مزاج اللي جاش سمور الهيبه يوم ما يطفاشي ألفين طبيبة حروفية وما نبراشي يا برا روح يا برا روح نما مني غالي يا وجدي مجمع ستة سطا يا برا روح يا برا روح نما مني غالي يا وجدي مجموش النوح يا رمضي يا رجال طفلة راكك تديني يا حبك كويني جمرتك ووسط الدنيا يا ربي يزيني، يا طفلة راكك تديني يا حبك كويني جمرتك ووسط الدنيا يا نموت نموت بيع الحانوتة نموت نموت اللطف عليا نموت نموت بيع الحانوتة نهدي لك مهرك يا فوق نزيد الخال جديد نزيد نزيد الخال جديد غني ونميل يا بابا خلي العيدة يا برا روح بيت يا برا روح يا مغري غالي يا وجدي ما بوش ملوحة يا برا روح بيت يا برا روح يا مغري غالي يا وجدي ما بوش ملوحة يا ام حبيبي واش جرالي يا برج العيني وتحبني باش نوصل يا زاد البالي يا ام حبيبي واش جرالي يا برج العيني وتحبني باش نوصل يا نموت نموت هرع الحانوتة نهدي لك مهرك يا فوق نزيد كل خال جديد نزيد نزيد كل خيال جديد نزيد نزيد كل خيال جديد قلبي والميل يا بابا خلي العيده
طيبة نديري يا نديري يما نديري يا نديري يما نديري يا هليلي يما هليلي يا هيما يما هليلي يا وصيري ميبة نديري يا نديري يما نديري يا نديري يما نديري هي وعشيري ما يبدلنيش هديري يما هديري هديري يما هديري خلي يقولوا خلي يقولوا هاي وكلام عمره وما يمشيش هاي وعشيري ما يبدلنيش هديري يما هديري هديري يما هديري هديري يما هديري
ذكر الوليا يا زيتونا يا أم والشمال وشمال حتى جنونا يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي آمان يا لالي يا لالي آمان يا لالي يا لالي واش السباب عملو جداني آمان يا لالي باش جاو هايكل ميرسي نرجعو بحديثنا نرجعو ضيفنا اللي هو انا تعود على ضيفنا حديثنا حديثنا اه شنو اللي فيها في الدوله حسيتك دالي من قبيلي وتي هكا هكا ساعه تاكيتها هي بعديك درت لي انا تو نشوف وجهها اللي سبونتاني هو يتكلم على شوف وجهها نحمر ندكك عليك ندكك عليك صديقي شبيك تعمل لك سمت لا لا ولا شيء لا فلك معاك وجهها العفشة من أمور اللي قاعدة توا عامين وطرف شو صرف شو صرف نغزل لها وجهها كيفاش وين نغزل كيفاش قاعدة تبدل كل مرة أكيد اللي قاعدة تتبدل معناتها من شكل لشكل معناتها تزيد فيها حاجات تنقص ده شنو وينك معناتها اش عامله في هذا كل كيفاش تجاه شيخه 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 كل يوم جوجير العفشه من امور دي دي ما في مع عائله مع بيبي مع مع دار مع خدمه ساعات بغلال مع واحد كيفاه الافكار معناتها هي الافكار نتاعها مازال تتعشل توا هي مجموعه مواضيع مختلفه عاشتها تونس بعد الثوره ولليوم قاعده تعيش فيها وزادت تعمقت في نفس المواضيع هذيك وزدنا غطسنا وغمقنا معناه ان شاء الله توفى على خير بالحق معناه امين يا ربي امين يا ربي الكل وان شاء الله ربي بالحق يحفظها العفشه منى موق اللي هي بلادنا الحلوه العزيزه اللي ما نحبوهاش تكون عفشه بالعكس نحبها تكون مزينه ومحلاها وتلمنا الناس الكل مع بعضنا رغم اختلافاتنا ورغم كل شيء فوالا دونك سؤالي كان منين سؤالك كان نحب نقول لك اللي المسرح هو معناها تري ديفيرون على التلفزه على السينما على خاطر حي معناها كل عرض راهو يختلف عرض العرض اللي سبقه على خاطر الاطار الميكانيكي يتبدل والجمهور يتبدل ونفسيه الممثل بطبيعته تتبدل دونك باش تعطي روح اخرى باش يجي ريتم اخر في المسرحيه كلها جو غارد ديما نفس الليني معناها نفس ستركتور الموجوده في وسط اللي هي هذا العرض وحاجات يمكن نضيفها بسيطه مش في الاساس لكن حويجات هكا صغيره ساعات يطلبها منك المتفرج ساعات يرمي لك كلمه شيخك تدخل معاه في امبروفيزاسيون صغيره اكسيتيرا معناها سي تري اغريابل باهي كل المسرحيات جموع اللي نعرفهم منا واجهه يعديو ان ميساج الميساج هذاك ومعناتها فما كريتيك جينيرالمون تلقى فما كريتيك مسرحيتك انت في العفشه من امور كنت تحكي على تونس والاوضاع اللي عايش فيها وشنو هو قاعد يصير على الاقل انت كنت حبيت تعدي الميساج هذايا باش العباد تفهم على الاقل نبداو بنصلحوا برواحنا لقيتوش هذايا في حاجات قاعده تشوف فيها في تونس في الانتوراج نتاعك على الاقل فين السؤال؟ ما فهمتوش السؤال فهمت باحساسي تمشي كلماتك فهمت باحساسي احساسي قبلها دورة مش راني سكت ايش نقول لك؟ ما عندي قلت ايش حاجه المسرح ما يطرحش اجوبه والا دي سوليسيون معناه باش تقول انت بعد ما يتفرج في العرض من با كريتيك نجم حتى التحسيس راك تحسس تبربش امانك ان انتبه عينك على هنا خروج شحنات عرفت كل حاجات هذوك راهو فما صحيح راهو فما حاجات قاعده تتخربش فينا يلزمنا ننتبهوا لها معناها يحسس ما فماش دي سوليسيون معناها فماش حلول ما نعطيش حلول في المسرح انا ما نعطيش حلول انا نطرح انا قلت مواضيع بصورة فنية معناه باش نحكي مثلا على هالسواد الأعظم اللي احنا ياسر خوفنا منه وخايفين منه اللي هو الشعر هذي الكثيف اللي ولينا نشوفه فيه واللي غمنا واللي هي هذي هو الموضوع الأساسي للمسرحية ونقوله مش متاعنا وقتين جينا منين خرج
امانكم راهو باش يولي دونجرو شوفوا شكون اللي وراه اكسيتيرا سي سا لو تياتر معناها هو تحسيس اكثر منه مانيش في عركه فهمت مانيش عركه بي وين تلقى روحك بارابور للكونكورونس نتاع الوان مانشو انا ما ندخل في حتى كونكورونس المتفرج العادي نجم يقول لك راهو كل واحد وستيله كل واحد متفرج هو عنده الحق انه يقول هذا عجبني خير من هذا ولا حسيت الممثل ذايا ما حسيتش الممثل الاخر لكن انا كوجهه جندوبي عندي مشروع علاش قبيله اول ما حكينا مع الاولاد وقلت لهم راهو الفن مشروع تقول هاو باش نبدا صحيت وين باش نمشي استراتيجي باش نوصل له صحيت المسرحيه هذه فيها نص ربوع الفكره اللي باش تكمل المسرحيه اللي بعدها اللي فيها نص ربوع الفكره تاع المسرحيه الثالثه معناها ثنيه كامله ماشي فيها مانيش في كونكورونس مانيش في شكون خير انا ولا هو بالعكس حاجه واحده اني كي نشوف عمل ياسر مزيان نقول محليه يلزمني نخدم كيف هو الأحسن التصويرة هذية منصاب في الحكاية أما أني نقول ليه وماست ولا ليه بالعكس ماذا بيا مسرحيين الكل يخدموا الفنانين الكل نخدموا البلاد هذية بالفن متاعنا وبالمساجات نحب نوصلوا بالفن متاعنا والحمد لله المسرح متاعنا معناتها تبارك الله وين يمشي البلاد يجيب لنا جوائز يجيب لنا معها حاجات دونك حاجة تفرح على الأخر دالي باش تغني لنا أغنية أخرى في اللايف هاي في اللايف أيوا وين يا هيك يا صديقنا جاري يا جاري هيك هاي كول ايجا كول بي خمم شنو باش لا مخمم بلي بما انه جو رمضان نقولوا حاجه هكا نعم وين بعد محمد يا جد الحسن فسفس ولا عكعك ايوه لمحمد صنم الحجارة الحجارة كلمات لمحمد صنم الحجارة وله الغزالة بالفصاحة سلمت أمان 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 يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا جد الحسني سألتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين سألتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا محمد فيك فرحنا بيك سعدنا وبيك ارتحنا يا إلهي لا تفضل
يسترنا انت الستار يشفع فينا يا نور العين يشفع فينا يا نور العين عليك صلى السلام والملائكة الكرام عليك صلى السلام عليك صلى السلام والملائكة الكرام والملائكة الكرام كل مسلم هي كلام كل مسلم هي كلام تتلى كل حين اشفع اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا غز الحسنين مسألتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور العين يا الله يا الله يا الله الله يا كريم يا ربي يا علي يا الله يا الله جيتك يا معين جيتك يا معين يا الله يا الله يا الله يا كريم يعطيك الصحة دليل برافو دليل صحيت ميرسي هيك عايش خويا حويجة أخرى هيكل هاي حويجة أخرى نعملو طربي عاودة طباعة مش بسألكم الحكاية اليوم علاش يغزل بعضهم ويشدهم الضحك جماعة وفيت خاطر سونيا كي تبدأ تغني تاكل الميكرو سكيفي الغوجة اللي فغمتها يتبع فوق الميكرو يغني بيه بعد اللي عامر يطلع محمر كي تروح يا محمر في كوشة مرك بي دي شمش تغني نعملوا متاع بالبسطحة موضة أنا مش عارفني لا 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 شكون سلبت لا معروف في مصر هذايا بيتي مش انا مش عارف يا نتو ابص روحي فجأة مرايا يا مرايتي قولي يا مرايتي في الصباح في المساء قبل الظهر احنا قعدنا ياسر احنا قعدنا ياسر انا نخمر رمضان شو شعرك لا تيمالك لي ولا شكلي شا
شكلي ولا ده انا ابص لروحي ابص لروحي فجاه لقيت اني كبرت فجاه كبرت تعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي ليه ليه يا مريم ليه ليه حكايتي بنشي دي ناحيتي واخر الستين ابص لروحي فجاه لقيت اني كبرت فجاه كبرت تعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي ليه ليه يا مرايتي ليه ليه حكايتي تكون بنشي دي ناحيتي واخر الستين انا مش عارف انا كنت منك انا مش انا الذي ملل ولا شكل شكل ولا ده انا ولا ده انا طفيت الشمعي يا ناس كترت دمعي والعمر راح كتبت القاب ألمي كسرت سن ألمي وبرضو بقول قدر يا دنيا طفيت الشمعي يا ناس كترت دمعي والعمر راح كتبت القاب ألمي كسرت سن ألمي حزن من صار سني من الله يعيني واختاري الخطاوي سكت بالامن حزن من صار سني ومن الله يعيني واختاري الخطاوي سكت بالامن امص روحي فجاه لقيت قد كبرت فجاه كبرت تعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي قولي ليه يا مريتي ليه ليه حكايتي تكون كنش دي نهايتي واخر الستين انا مش عارف انا كنت منك انا مش انا الذي ملل ولا شكل شكل ولا ده انا ولا ده انا باش نعملوا تعليق على الاغنيه هذه ما جوست بعد ما نشوفوا الفيديو نتاع دالي عامر وراجعين مال لم على الوطن يا اثنين تقلب على قمر النار على قمر النار محمد عامر ولا نجم نقولوا حمل بوغوز نجم من نجوم اراب ايدول وليد متربي ومزلق شعره بجيل نعم هو صوت وأداء وأحساس كبير أش خلاه يتأهل ويواصل في مشواره الفني ويروح لبلاده ستار رغم اللي أمه ما تسمعش لكن فخورة بولدها اللي نورها ونور تونس بلاده تصور أنت يعني تنجم تسمع صوتك للعالم الكل إلا أغلى إنسان عندك أمك هي ما بتسمع مرة وانا نغني في البيت وامي واختي قاعدين عن جالسين امي غزرت شافت اختي وقالت لها صوته حلو رحت لغرفة ثانية وصارت ابكي 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 يغني محمد الشرقي والترب زادة وشفناه في سنجل متميز اسمه بالاحلال اللي خرج سنة 2014 والجماهير تقول لك يا محمد بالاحلال كان صوتك هبال وحضورك شغل البال هكا ننسي عجرم وراغب علامة أشقال هو اليوم بحذانا في برنامج اللمة بالله يقول له يا سهام يسمعنا صوته وامسيت وشافوني وقالوا تجنيت مال لما على الوطن يا اثنين I'm a bad boy, I'm a bad boy.
باين عليك تعب وجهها كي بدات باش تغني الاغنيه وسميت السيد احنا ما عرفناهش بعديك انت قلتي هذه الاغنيه دار شنو اللي تفرش فيها في فيلم بالضبط فيلم الفرح ان تري تري بو فيلم وين يوجع الايدي حلوه برشا الايدي نتاع الفيلم ياسر مزينه معناها كيفاش راجل عامل فرح باش يلم الفلوس النقطه يقولوا هما وفي وسط معناها صرف صرف برشا برشا باش يلم على خاطر باغي هما في الاحياء نتاعهم الشعبيه زعما الارسم فبرك فوالا يعطيو برشا يخرجوا برشا نقط نقولوا نحنا وماتت امه في وسط الحفله معناها اللي عملت ياسر قويه دونك كيفاش يكملوا يحتفلوا ما يكملوش قالوا نكملوا وصارت من بعد مصايب كبيره برشا 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 دونك المخرج عمل اون دوزيام فيرسيون قالوا اذا كان سبب ذكرت انا اذا كان نقصوا في موت الام ايش بيصير معناها وجبد مواضيع ياسر ياسر حساس على خير ياسر الغنيه دونك الغنيه علاش شدتني الغنيه على خاطر خالد الصاوي وكيفاش بالحزن نتاع موت امه وطلعوه يشتح تشوف الانرجي نتاع الممثل حاجه ترعب حاجه ترعب ما بين البكيه والضحكه والفرحه والبؤس يخرج لك دانس ما شعبيه هي نتاعهم اللي يشطحوا برشا بالسيوفه سيوفه هكا مع فريمون سي تري تري بو هذاك علاش شدتني غنيه بقول في حكايه ترى روحك تنجم تعمل شوف انا توا لونشينمون بعد بعضهم السيوفه تعمل لك وما يدخلش لونشينمون توا نتذكروا معناها نتاع تحيه لخالد الصاوي مانيفيك ما باي مش حاين الناس الكل تيولي نورمال ما حتى مشكله باهي نشوفوا احنا فيتي نورمال معاك وراجعين الوقت عاد معكم فيسع فيسع هذاك علاش باش نقولوا لي كل واحد فيكم وقتاش اللي دات نتاع العروض نتاعو كذا فما عروض الاولاد اما نمشي نبدا مع واجهه عروض العفشه من امور العفشه من امور دونك العفشه من امور باش تكون موجوده بقدره ربي نهار 4 جويلي في منزل تميم نسيت عندي فوسكه 4 جويلي في منزل تميم اول مره العفشه من امور باش تزور
مازلين دوك نستناكم، نستنى الحضور في القروين ان شاء الله 8 جويليا، في صفاقس 14 جويليا، في سوسة نهار 23 جويليا، في قليبيا نهار 25 جويليا، في نابل نهار 26 جويليا. ونذكر اللي نابل عملنا وعملنا عرض ياسر ياسر حلو برشا، من اروع العروض اللي تعديت في العشر الاخرين، ان شاء الله نعاودوا نفس الاجواء. في الزهره حماني دونك في الزهره باش نكونوا لو 1 اوت، في المهدي نهار 8 اوت، بوغاني نهار 13 اوت، والحمامات ان شاء الله نهار 29 اوت. تري بيان، يا ربي ان شاء الله بالتوفيق ليك يا واجهه، ان شاء الله بالتوفيق، ربي معاك وان شاء الله ديما حاجه تجدد. لا تبارك الله، لا تبارك الله، لا اخدم، لا انا ماذا بيا، لا ماذا بيا تزيد تتعب وتخدم، ما يسالش باهي، سان في بليزير معناتها بالحق، معناتها ربي داوم النعمه. الاولاد شنو عندنا؟ اي 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 على ليديز فيرست. اي سوني عندي انتاج جديد مع ساعه قبل العروض والكل. عندي انتاج جديد نحب نذكر سي شادي القرواشي، عندي معاه تعامل ان شاء الله اغنيه بعنوان وان صاحبتي، ان شاء الله ربي يسهل في العنوان. وان صاحبتي، وان صاحبتي، وان صاحبتي، وان صاحبتي، وان صاحبتي، صحيح ما بجمع معاها، وان صاحبتي، وان صاحبتي، اسمها الغنيه وان صاحبتي، وان صاحبتي من الانسحاب، في بالي وان، في بالي وحده وان صاحبتي، صاحبتي بعد والله وان صاحبتي. هذه غنية نتاع سيدي القرواشي، وان شاء الله في ان شاء الله ربي يسهل قريب العاجل، بعد الصيف اسمع كلامي، بعد الصيف بعديك احكيو فيها في الليكوليس. اما ميدالي كمل سوني. عندي عروض، عندي شويه مهرجانات مازالوا، فما لي دات ماهمش، فما دات كونفيرمي، فما لي دات مش كونفيرمي. يعطيني كونفيرمي ما يهمش، مش كونفيرمي ما نجمش، مش كونفيرمي ومش في باهي كهو كهو افراح ومصابات. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كنا خفاف عليهم، وانت ساهم محليك زاده، ونحب الحصه نتاعك. ميرسي. وكهو عايشه اختي، عايشك يا سوني. دالي رمضان توا ساعة كل عام ونحن حين بخير، بعد رمضان عندي الحفلات الخاصة. أيوة هذوكم توسكي بريفي. مهرجانات ما فماش، نحضر لل 2016 إن شاء الله. إن شاء الله نحبش نغني غنى غيري الأكثرية، نحب نعبي بلاتو بغنايتي أنا. غنايتك أنت. وشوية هذاك مع صعوبات تاع المهرجانات اللي نعرفوهم الناس الكل، ما نحبش ندخل فيهم تخاخل هذوكم. ألوغ ندخل من الباب الكبير، ما نحبش ندخل من الباب الصغير. وكهو معناها باش نغني شويه من بالحلال كابيلا، خاطر طلبتها مدام واجهه، واللي تطلبوا هي امر معناها. فوالا هذاك هو، هذاك هو وندلوها. عندي شويه مفكري، عندي شويه مهرجانات في رمضان. بيه ان شاء الله. اوكي اوكي. ايوه واضح. ميرسي انفينيمون، بوسات كبار اونكور اون فوا، كنتوا خصي الظل ومحلاكم ومحلازينكم الكل. ميرسي واجهه برشا برشا، وجع وقت اللي تحبوا حاسين عليكم. يعيشك. نوجه تحيه ساعه للي خدموا بالحلال، عماد المغربي كلمات والحان، توزيع بدر المخلوقي. اسمع بوسهم الكل، قول لهم بوسات، ما عادش عندنا وقت، سيي نغني وباي باي. انا ما انا ما انا ما انا ما ايا غرامي، انا مريض، انا مريض وانتي دوايا، تعالي حدايا ريحني وهنيني، ديما في احلامي ديما معاك، انا معاك وانتي معايا، طيفك مرايا حلف ما يخليني، بالحلال حلم عمري ومنايا، بالحلال تكوني معايا، بالحلال حابب طالب راغب فيك، بالحلال عقلي وقلبي باغيك، بالحلال